خلونا نبدأ بأول فقرة، وأول فقرة هي مجلة أنت أحلى. أول صفحة في المجلة أكيد دايماً بتكون غلاف المجلة، وزي ما بقول لكم دايماً إن الغلاف بنختار نجمة أنتوا بتحبوها وتستاهل تكون على غلاف أنتي أحلى أو مجلة أنتي أحلى. النهاردة إحنا معانا أيقونة موضة وجمال، فنانة أنتوا بتحبوها وبتقدروها. إحنا النهاردة معانا الفنانة يسرى. يسرى طبعاً مش أنا اللي هتكلم عليها أو هتكلم على تاريخها أكيد، لأن يسرى ابتدت من سنة 1983. يسرى أخدوها براندز كتيرة جداً، سواء تجميل أو فاشن، عشان تكون واجهة ليهم، لأن طبعاً أكيد هتسوق لهم كويس جداً. هي كمان صديقة مصمم الأزياء العالمي واللبناني إيلي صعب، اللي أخدها مؤخراً ورشحها أنها تكون ضمن لجنة التحكيم في فاشن رانوي، البروجرام طبعا اللي بيختار منه مصمم ازياء ويتبناه. كمان يسرى من الفنانات اللي دايما في المهرجانات بنشوفها لابسه حلو جدا جدا، اوكي، وما بيبقاش عندنا اي تعليق على لبسها، حتى لو مش لابسه احسن واحده او احلى واحده، يا جماعه بتكون لابسه صح، لابسه صح في المكان الصح. ومؤخرا كانت في مهرجان ماركس دور اللي اتعمل في لبنان، عشان كانت بتاخد جايزه عن 3 دقائق، طبعا الاغنيه اللي كسرت الدنيا، وصنفها الصحافه اللبنانيه والنقاد اللبنانيين الموضه ان هي كانت واحده من افضل الفنانات اللي كانوا لابسين. نشوف بقى غلاف المجله اللي حرقوه، اتفضلوا بقى دلوقتي نشوف الغلاف تاني. الغلاف اللي اخترناه النهارده هي طبعا الفنانه يسرى الجميله. انا اول طبعا ما شفت الغلاف ده يعني اتشديت، اوكي، طبعا يسرى شكلها زي القمر فيه. الشعر بلوند بيليق مع يسرى، في ناس كتيره بتحاول تعمل اللون ده والدرجه دي بس ما بيليقش او بيظبط معاه. الكراونز اللي في شعرها، الميك اب تحفه، يعني انا شايفاها حلو جدا ولايق معاها جدا. الفوتو سيشن دي اتعملت في لبنان، الشعر فيكتور، الميك اب مايا، وطبعا هي لابسه من دار ازياء او بيت ازياء جوتشي، واتعملت فوتو سيشن عشان مسلسلها الجديد في رمضان اللي اكيد كلنا هنتابعه. انا شايفه يا جماعه ان يسرى تستاهل جدا تكون على غلاف مجلتنا. يسرى فعلا فاشن وبيوتي ايكون. يسرى من النجمات اللي بتعرف تحافظ على جمالها، بتعرف توضب نفسها، وبتعرف تلبس